بسم الله، نشوف مع بعض ازاي اتحكم في مساحة العمل ديت. تمام، يعني انا دلوقتي هطفي التلات نوافذ دول واخلي نافذة واحدة اكبرها وابدأ اشوف ازاي احدد الشغل اللي فيها. بداية انا هقول له هنا التوب فيو، انا عايز التوب فيو بتاعي، هيجيب لي هنا التوب فيو. انا اشوف مثلا انا عايز ارسم اي حاجة. تمام، يعني ممكن اقول له مثلا عايز ارسم مكعب، فاختار المكعب دوت من سوليد، اختار شكل معين اهوت، ابدا ارسم اول ضلع، تاني ضلع، تالت ضلع بالشكل دوت. تمام، طيب اقول له مثلا انا عايز التوب اهو، ادخل هنا ده فيو اتريبيوت، بيقول لي ايه الحاجه اللي انت هتشوفها. يعني ممكن اخفي الجريد او اظهره، لو في خلفيه باك جراوند، لو في كاميرا اخفيها او اظهرها، لو في تكست اخفيه واظهره. دي الحاجات اللي انت العناصر اللي بتبقى موجوده ممكن تخفيها وتظهرها على طول. يعني مثلا دايمنشن، اي شغل عايز تخفيه وتفتحه ببساطه جدا من هنا. ده الديسبلاي ستايل، الديسبلاي ستايل بلاقي عندي حاجات كتير جدا. يعني ممكن اقول له مثلا انا عايز اشوف واير فريم، اشوف كده واير فريم. واير فريم يعني بشوف الحدود الخارجيه والباقي كله يبقى شفاف. عايز اشوفه موديلنج، تمام، عايز اشوفه الديفولت بتاعي. تمام، ممكن اجي من هنا اقول له اوبن ديسبلاي ستايل ديالوج وابدا اتحكم فيه. يعني كل واحده من دول ابدا اتحكم ايه هتظهر ازاي هنا. تمام، يعني مثلا ممكن اقول له فين الهيدن لاين اللي هنا اهو، الخطوط هنا ايه، صفرة؟ لا انا مش عايز صفرة، انا عايز مثلا حمرا، فتيجي بالشكل دوت. الستايل، الويت، الشفافية بتاعتي تبقى قد ايه، تبدأ تتحكم في درجة الشفافية بتاعتك. الحدود بتاعتي، يعني انت عايز مثلا تديها لون معين اهوت. تمام، ممكن اقول مثلا خليها ازرق مثلا، فتبقى ازرق بالشكل دوت، خليها ابيض. تمام، فكل واحدة من دول تبدأ تتحكم في شكلها وتبدأ تعملها، تعمل واحد جديد، تبدأ تعمل كوبي من الحاجة اللي انت شغال عليها بحيث يبقى عندك نسختين منها. بعد كده ده بلاقي اللايتنج، لو في انا مشغل لايتنج ببدأ اتحكم في الاضاءة، اكبرها وصغرها وهنشوفها مع بعض ازاي. ابديت فيو، لو انا عندي كذا فيو ولقيت واحد فيهم ما تعملوش ابديت بقول له اعمل له ابديت. ده زوم ان بيكبر، وعند زوم اوت ادوس عليه يبدا ايه، يعمل زوم اوت للشكل دوت. بقول له انا عايز جزء معين، انا عايز الجزء ده بس اللي اشوفه، يبدا يعمل له عليه زوم دوت اللي هو فيت فيو. لو في عندك كذا عنصر بيجيبهم كلهم قدامي، ما يخليش حاجه مستخبيه بعيد عني. ده اللي حشناه قبل كده، اللي هو لو انا عايز اشوف التوب، عايز اشوف الفرونت، عايز اشوف الايزومتريك. تمام، ممكن اقول له اوبن التول بوكس بتاعي اهوت، ابدا اشوف بقى انا عايز اشوف التوب، عايز اشوف الرايت. كل حاجه بتختارها بتلاقي كتب اسمها هنا. تمام، بعد كده دي اللي هي البان، ببدا احركها بالشكل دوت. تمام، ده اخر فيو انا كنت فيه، الفيو اللي قبليه يعني برجع كذا فيو انا عايزه واتراجع عن التراجع. تمام، ده لو انا عايز اعمل كوبي انسخ الفيو دوت. تمام، هنا عندي حاجه بتحكم انا في الكاميرا، بتقرب، بتعمل زوم، البرسبكتيف بتاعي، بحدد نقطه معينه والنقطه دي هي اللي بتحرك حواليها. تمام، يعني زي ما شايف الشكل اهو. تمام، ده اللي هو الكليب ماسك، بعمل ماسك بيخفي جزء معين من الشغل. شغل اه بالشكل دوت. تمام،